السلام عليكم. اليوم كنقدم لكم فيديو جديد، مكرونة بالخضار. المقادير كنحتاجو المقادير كنحتاجو شي جوج خيزويات، جوج كريعات، جوج شوية ديال الكفتة، شوية البصلة محكوكة، كنردهم في المقلة كيتقلاو. كنزيدو شوية ديال الزيت بلدية، نزيدو شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال سكينجبير، شويه فلفله حمراء، وشويه فلفله حمراء، شوية الإبزار، شوية الملح، نحركو الخليط مزيان. كنت عندي شويه جامد عاد جبتها من الفريزر، نخليها تطيب مزيان، نحطو بالكفتة اللي تما. ها هي دابا، ها هي طابت الحشوة ديالنا، طابت. كناخذو كسرونه كنديرو فيها الماء يسخن حتى لدرجة الغليان، كنزيدو عليه شويه زيت بلديه ومليحه، ونخليه يغلي مزيان. ملي كيغلى كنديرولو كنكبو عليه السباكيتي ديالنا، نكبوها سلق، خليهوش تسلق بزاف باش متعجنش. دوكا خليوها تسلق، نحطو ديك الحشوة ديالنا، كنهزو ديك السباكيتي لي تسلقات لنا، كنكبوها على الحشوة ديالنا.
ونخلط الجميع، نخلطه جميع، نخلطه مزيان باش تدخل ديك الشرموله ديك سباكيتي. صدقوني كتجي لذيذه جديدة. ولا بغا يزيد فيها شوية ديال الكنور ديالو يقدر يزيد فيها. انا درت لك حتى مبغيتش نزيد كنور. هاهي دابا طابت، والشكل النهائي ديالها صدقوني كتجي لذيذة لذيذة. كنشارك معكم الضيوة ديالنا يحمق عليها الدراري. هذا هو الشكل النهائي ديالها.